إيطاليا في صنف الذكور. قائمة بالعوشي ورشيد العتيبي. المباراة النهائية لفئة الذكور جمعت بين البرتغالية توماس لويس والإيطالي ماركو فوغلانيتو دارت في جولتين واستغرقت 49 دقيقة. التكافؤ ميز الجولة الأولى مع اعتماد اللاعبين على الضربات الطويلة وحسمت بعد اللجوء إلى التاي بريك التي منحت التفوق لصالح ماركو بحصة 7-6. في الجولة الثانية بدأ العياء على البرتغالية توماس لويس الذي راكم سلسلة من الأخطاء المتتالية وماركو فيغلانيتو يتمكن من الفوز بحصة 6-1. هي أول مشاركة لي وفزت بهذا الدور الدولي وأنا جد سعيد بهذه المشاركة وبهذا اللقب على المستوى الفردي والثنائي الذي سأحتفظ به طيلة مشواري الرياضي. تتويج إيطالي في فئة الذكور على مستوى الثنائي والفردي وماركو فيغلانيتو تمكن من الفوز بلقبين، فيما تفوق المغرب في فئة الإناث على مستوى الثنائي والفردي بفوز شمس الضحى الزغلولي على هند السملالي بجولتين 0-6-3-7-6. لعبنا بشكل جيد، اللقاء لم يكن سهلا، فزت بالمجموعة الأولى وخلال الثانية كنت منهزمة لكن كسرت إرسال منافستي ومن ثم فزت بهذا النزال وأنا سعيدة بهذا اللقب. في هذه الدورة الثانية تمت بالمناسبة تكريم الحكم الدولي محمد الجناتي اعترافا بخدماته الطويلة في مجال التحكيم في العديد من الملتقيات الدولية. شهدت اليوم الرباط إطلاق